جئنا لروح الشهيد السعيد ياسين العصفور لنهنئ بهذه الشهادة العطرة. عادة عند كل روضة شهيد، أنا عندما أذهب لأي روضة لا أعزي أوائل الشهداء، وإنما أهنيهم على هذه المنزلة الرفيعة، على هذه الكرامة العطرة. جئنا اليوم نتضامن مع أحبتي، مع أخوتي، مع أوائل الشهداء، مع والد الشهيد، مع والدة الشهيد، ونهنئهم بهذه الشهادة العطرة، ونعاهد الشهيد المضيء على دربه، درب العزة، درب الكرامة، درب المطالبة لنيل الحقوق كاملة، لنيل الحرية، لنيل حتى تحقيق جميع المطالب. السلام عليكم أخوتي ورحمة الله وبركاته.